سلطه بنجر. انا جايبه 3 4 بنجرات كده ومقطعاهم مكعبات. حلو. عندي بصل، جزر، بقدونس، عصير ليمون، وخل، وسنه عسل. والعسل قليل جدا بس بيعمل مع التركيبه دي حاجه حلوه قوي، وطبعا ملح وفلفل. هنعمل بقى الخلطه الاول، يعني هنحط الخل مثلا على الكميه دي ربع كوبايه خل، وهنعصر ليمونتين، ليمونتين بحالهم يعني معلقتين عصير ليمون، وهنحط معلقه عسل صغيره. بصوا قد ايه اهي، مش عايزاها مسكره انا قوي، طبعا لو عايزه اكتر براحتك، هي تبقى اذواق. والملح والفلفل او الملح بس، مش كتير، رشه ورشه كده بسيطه. بصوا هنا حطيت البصل واسيبه ايه شويه في الخلطه دي، البصل لوحده، البصل لوحده هسيبه شويه. ماشي خلاص، خلصنا من دي، خلصنا من دي. تعالوا بقى للسلطه، نرجع تاني كده. خلاص احنا سيبنا حلو كده حبه البصل اللي سبناهم كده كويسين كده. انا حطيت ايه ربع كوبايه من الخل، عصير ليمونتين، وملح وفلفل، ومعلقه عسل صغيره، ومعلقه عسل نحل صغيره على البصل، وسبتها. بص حط البصل لون ازاي ودبل شويه معايا. هنحط بقى كل الباقي عليها، بنجر مسلوق ومتقطع، وشويه جزر مش كتير، وشويه بقدونس مش كتير برضه. هو الريس هنا البنجر، ونقلب ده كله مع بعض بقى.